متتبعي قناة بيت الصحة والسعادة، السلام عليكم. موضوعنا اليوم ان شاء الله على واحد الشجره اللي داع السيت ديالها مؤخرا واصبحت محطه انظار اكبر مختبرات العالم، واللي كل مره كيكشفوا على سر جديد من اسرارها العجيبه. خلال البحث ديالي في الموضوع ما نكذبش عليكم، جاتني واحد الحاله ديال المنطقيه، وبصراحه العباره ما صدقتش. نقول مع راسي واش كاين فعلا شي حاجه في الكون تحتوي على هذا الكم الهائل من الفوائد والمركبات. هادشي اللي خلاني نتعمق شويه في البحث، والنتائج كانت صادمه بكل المقاييس. الشجره اللي غادي نتكلموا عليها اليوم هي شجره المورينغا، الاسم العلمي مورينغا اوليفيرا، في الولايات المتحده الامريكيه كيطلقوا عليها اسم تري اوف ميراكلز، اي شجره المعجزات، وفي اليابان كيسميوها تري اوف لايف، اي شجره الحياه، وفي مناطق اخرى الاسم ديالها اكسير الحياه، والاسامي تختلف حسب المناطق والدول. بالنسبه للناس اللي ما سبقش لهم سمعوا بالمورينغا، فهي من اسرع الاشجار نموا في العالم، كتوصل لجوج ديال الامتار في ظرف شهرين فقط، وكلها منافع من الجذور حتى الزهور، مشهوره في الهند وباكستان بنغلاديش وافغانستان، ومن بعد تم التوسع في زراعتها عالميا، وفي الوقت الحالي فهي موجوده بكميه وافره في افريقيا وخصوصا في السودان، اثيوبيا، مالي وموريتانيا. دابا غادي ندخلوا في التركيبه الغذائيه، وهنا كنطلب منكم تركزوا معايا مزيان. اوراق المورينغا فيها 46 مضاد للاكسده، 36 مضاد للالتهاب، و18 حمض اميني اساسي اللي ما يمكنش الجسم ينتجه بوحده، و15 فيتامين وملح معدن، ارقام كبيره بكل المقاييس، ولكن راه مازال ما ساليناش. تخيلوا معايا فيها 7 اضعاف فيتامين سي اللي كاين في البرتقال، 25 ضعف الحديد الموجود في السبانخ، 17 ضعف كميه الكالسيوم اللي كاينه في الحليب، و9 اضعاف نسبه البروتين الموجوده في اللبن، 10 اضعاف نسبه فيتامين ا اللي موجود في الجزر، اما البوتاسيوم فهي كتحتوي على 15 اضعاف الكميه الموجوده في الموز. هاد الفيتوشيميكلز او الكيميائيات النباتيه اللي ذكرنا كيجعل المورينغا غذاء متكامل، قيمته الغذائيه عاليه لا يقارن باي شجره على وجه الارض. تقدر يجيكم هاد الارقام اللي عطيتكم مبالغ فيها، ولكن غادي نخلي لكم في صندوق الوصف روابط لمجلات ومواقع عالميه تثبت صحه كلامي. في اخر تقارير لوزاره الصحه الامريكيه اعلنت على ان شجره المورينغا يمكن استخدامها للوقايه والعلاج من اكثر من 300 مرض. نبداو باول مرض، كيف ما سبق لنا ذكرنا فاوراق المورينغا غنيه بالحديد وفيها كميه كبيره من فيتامين بي 2، لهذا فهي علاج رباني طبيعي ونهائي للانيميا اي فقر الدم. كتعتبر كذلك اكبر مقوي طبيعي للمناعه على الاطلاق، لانها كتحتوي على الزنك وفيتامين سي بكميه كبيره، وكل شيء كيعرف طبيعه الحال فيتامين سي والدور ديالو في محاربه الفيروسات والانفلونزا والعديد من الامراض المناعيه الاخرى. اما بالنسبه للناس اللي عندهم نقص في الكالسيوم والامراض اللي كترتب عليه بحال هشاشه العظام والم مفاصل ومشاكل تسوس الاسنان، فالمورينغا كتعتبر منجم لهذه الماده، ويمكن تهنيك من كل هذه المشاكل الى تم المواظبه على استهلاكها. المورينغا كتحتوي على كميه كبيره ديال البوتاسيوم اللي الدور ديالو مهم في تقويه الذاكره وخلايا المخ وتنشيط عمليه الحفظ والتركيز، ولهذا في المانيا وفي امريكا كيعطيو الطلبه مسحوق اوراق المورينغا سو فورم دو كابسول في اوقات امتحانات. كتعتبر علاج فعال لمشاكل تاخر الانجاب والنقص في الحيوانات المنويه، وكتستعمل ايضا كمنشط جنسي، وهذا الشيء راجع لاحتوائها على 5 اضعاف فيتامين او الموجوده في اللوز. اخر دراسه اللي نشرها المركز القومي للبحوث في علم الوراثه فيو ساينس ريسيرش لقاو على ان المورينغا عندها دور جد خطير في محاربه مركب الافلاتوكسين الاي اف بي 1، وهو احد السموم اللي كنتناولوه عن طريق الاغذيه الملوثه بالمبيدات واللي كتسبب في امراض خطيره كسرطان الكبد والكلى. اما الزيت ديالها فحديث ولا حرج، يكفي نقول لكم انها المنافس الاول لزيت الزيتون. استعملوها الفراعنه منذ اكثر من 3000 سنه في تحنيط الجثث، وكانت عندهم زيت مقدسه. مازال هناك الكثير ما يتقال على المورينغا والمنافع ديالها اللي لا تعد ولا تحصى، لكن حاولت قدر المستطاع نعطيكم المختصر المفيد. الحلقه ديال اليوم خدات مني اكثر من اسبوع ديال البحث والتلخيص والتاكد من المعلومات. كنتمنى صادقا الى عجبكم الفيديو تنشروا بيناتكم، وما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء مع ماده غذائيه جديده ان شاء الله.